مدينة الجن دي مدينة موجودة تحت الأرض في وسط تركيا. هي على فكرة مدينة كاملة تم اكتشافها تحت الأرض في تركيا سنة 1963، لما كان واحد من سكان مدينة رينكويو بيهدم واحدة من جدران منزله المبني في الكهوف، واكتشف هناك أنه خلف الجدار في غرفة غامضة ما شافهاش قبل كده أبدا. وبالصدفة تم اكتشاف مدينة درينكويو المشيدة تحت الأرض. السكان المحليين أطلقوا عليها مدينة الجن، والسبب طبعا وجودها تحت الأرض بيرجع تاريخ بناء أول طبقة منها لسنة 1400 ميلادية. وقت الحاضر تم اكتشاف 20 مستوى للمدينة، لكن الممكن هو زيارة 8 مستويات فقط. التصميم الداخلي للمدينة مدهش جدا. المدينة بتستوعب تقريبا حوالي 10,000 شخص، وبتحتوي على ممرات سرية بثلاث فتحات رئيسية ممكن غلقها عن طريق وضع الصخور. وزن الصخرة تقريبا 500 كيلو جرام.